اليوم الثلاثاء الموافق 25/8/2020 تم تحميل 14 طن لحوم من مجزر البساتين، 4 طن لشمال سيناء و4 طن الإسكندرية و3 طن للقاهرة و3 طن لمحافظة الغربية، ومع كل سيارة مفتش عام لتسليم اللحوم إلى وكلاء الوزارة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. بسم الله الرحمن الرحيم. ابراهيم الدغيدي، الشركه العامه لتجاره الجمله. اليوم 25/8/2020 قامت السياره بتحميل 3 طن لحوم الاضاحي والتوجه الى محافظه الغربيه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد يسري عبد الونيس، سواق الشركه العامه لتجاره الجمله. تم بحمد الله تحميل اليوم الثلاثاء 25/8/2020 4 طن لحوم سكوك اضاحي من مجزر البساتين لتوجه باذن الله الى محافظه الاسكندريه. استبعد فتاح حليم تبع الشركه العامه لوزاره التموين محمل 4 طن لحوم سكوك الاضاحي من مجزر البساتين متجه الى شمال سيناء. مدحت مصطفى سويدان من اداره النقل من الشركه المصريه لتجاره الجمله. النهارده الثلاث 25/8 رايح القاهره 3 طن.